من فترة قليلة صدرت أغنية دويتو، بالنسبة لي أنا شخصيا هي أقرب دويتو لقلبي أو أقرب دويتو غنائي لقلبي على الإطلاق. مش بس لأنه لحنها حلو والأغنية حلوة ولطيفة، بس لأنه الاتنين اللي بيغنوا مع بعض حالة خاصة جدا. هي قصة حب صحيح بس مختلفة، هي ما بين بنته وأبوها. أبوها النجم الشهير جدا اللي له أغاني حلوة قوي، بس رحل وهو في شبابه، رحل وهو في عز نجوميته. بعد سنين جت بنته أخدت أغنية حلوة قوي له وسجلت مع الأغنية دويتو، أو قعدت تجاوبه على الأسئلة اللي هو بيسألها في الأغنية. عملت حالة بديعة، أغنية عامل إيه في حياتك، الأب يغني ويسأل والبنت تغني وترد، حاجة كده تدخل القلب يعني بدون استئذان. الأغنية عملت مشاهدات مبدئيا كده 10 مليون مشاهدة. مش المهم الأرقام، مش مهم المشاهدات، المهم العواطف الحلوة قوي 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 اللي بتخلي الواحد كده يحس بيها وهو بيسمع الأغنية، وكمان بيفتكر مطرب محبوب قوي اسمه عامر منيب. مريم منيب بتغني مع عامر منيب في أغنيتها وأغنيته عامل في حياتك. اللي خلف ما ماتش الأغنية دي خلت الناس ترجع تاني تسمع أغاني عامر منيب، وبجد تحس إنه اللي خلف ما ماتش ويجي لها كده مشاعر جميلة وحلوة. مريم عامر منيب معانا ومعاها القمرتين إخواتها بنات عامر منيب اللي طلعوا في آخر الكليب، مريم ونور وزين.
بنات، ثلاث بنات.